السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده الحصريه على قناتنا لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء قراءه قويه جدا، هتكون قراءه جميله لحياتك، قراءه فيها تحقيق الاماني، تحقيق الاحلام باذن الله. التاريخ بتاعك 30 مايو، ده التاريخ علشان مصداقية قناتك، اما قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. ركز معايا، انت كويس جدا في قراءتك، واللي ينطبق عليك انزل بلغوني في الكومنتات. هنشوف دلوقتي الصورة بتاعتك، والصورة بإذن الله هتكون طاقة إيجابية وتكون فرج يا مواليد برج العذراء. بسم الله. صورة الكهف. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفترة دي انتم معرضين للظلم، معرضين لكسرة القلب، معرضين للخذلان. اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا او من ناس كانت في حياتكم، لكن عليكم ندر، والندر ده هتوفوا بيه الفترة اللي جاية. عندكم عمل صالح وبشر المؤمنين، وده بيدل ان انتوا هتكونوا في امور مستجدة باذن الله، وهتحمدوا ربنا اشد الحمد، لان هيكون في تقدم على جميع الاصعد عندكم. بس في كذبة، والكذبة دي مضايقاكم قوي انتم، او بمعنى صح انتوا لسه ما عرفتوهاش، فبالتالي متضايقين ومخنوقين. عايزاكم الفترة اللي جاية اعصابكم تكون هادية جدا، لان انتوا هيكون عندكم امور حلوة قوي. كمان البعض منكم هنا على جميع الاصعد هيكون عنده سفر، عنده زيارة لحد، او عنده سفر لمكان غير المكان، والله اعلم. هيكون فيه امور حلوة هتفرحكم قوي، لاني طال انتظاركم. عندكم شويه مجهود، شويه طاقه مستجده، عندكم قعده حلوه، عندكم كلام هيتقال. بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم من فتنه، لان في فتنه عليكم، والفتنه دي تعباكم نفسيا وجسديا. انتوا ما بترموش ودنكم لاي حد، لكن في حد بيعرف يدخل لكم، والحد اللي بيعرف يدخل لكم ده ليه طريقة معينة بيدخل لكم بيها، وبيعرف يسيطر عليكم. فطول ما انتوا اعصابكم هادية هتعرفوا ان الشخص ده كذاب ولا مش كذاب. عندكم كلام مع الشريك، او عندكم امور هتستجد من الشريك. الشريك بقاله مدة تعبكم، بقاله مدة يعني اذيكم، فبالتالي انتوا قررتوا ان انتوا تفعلوا حاجات مستجدة، قررتوا ان انتوا تشوفوا حالكم، قررتوا ان انتوا تتكلموا، ما بقيتوش تسكتوا على اي حاجة بتوجعكم، لاني خلاص حاسين ان انتوا تعبتوا، حاسين ان انتوا خلاص زهقتوا، عايزين تتكلموا، عايزين تعبروا، عايزين حد يسمعكم وتطلعوا كل اللي جواكم، لاني خلاص بدأتوا تبعدوا عن اي حد مأثر عليكم. اعلنتوا حربكم، اعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، في لاما في حرب، لاما في مواجهه، لاما في حاجه هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من اجل الاخرين. انتوا هتوصلوا لحلمكم، بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الاخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم، انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم، اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة بتطلعوها من جيبكم، ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم. ميزتكم دي جميلة، وعشان كده دايما محسودين، فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الاشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانة وبترضى بأقل حاجة، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا بقليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه، انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم.
اشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرة او سعادة لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم باذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال افضل. البعض منكم بيشتكي او البعض منكم رايح للدكتور عنده وجع اسنان، وجع في المعدة، الم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع، بس باذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديقة او من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه او خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة. بلاش العصبية الزايدة، عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية. علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك بإذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص. ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية باذن الله هتنجح. واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح باذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك، وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الاول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك او عايز يتعبك، انت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف ان الشخص ده مش حابب لك الخير. رغم ان نفسيتك تحت الصفر، ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الاصعد، انت هتكون متفوق عليهم. الضغوط اللي كتيرة اللي عليك دي نهايتها فراق. في هنا صلح في قعدة او في لقاء، عندك اتنين بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية ومأثرين عليكم في ضغوط. محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك، رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت يخرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا باي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت، يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار. في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، واحلامكم خايفين منها، رغم ان عندكم لقاء حلو وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة ايجابية، اللقاء ده هيكون حلو قوي.
او هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا امالكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده. يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسك والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك. اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين اتنين او ما بين حد، ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرج رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم ما بين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة. انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم، او انتوا متعلقين بحد، والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلوة. في تقديم على طلب او تقديم على وظيفة او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الألف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي. في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم، انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده، والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من ابراج نارية، وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة، والشخص اللي كسرك وظلمك أي اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد إيه حكم ربنا عليك كبيرة. أنت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق. رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة، او على حد اتفاجئت بعدانه عنك. خليك سكت، خلاك خلاص، وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيك، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك والوجع اللي انت مش قادر تستحمله. طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحان الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح. في حد وقعكم في خطيئة، كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم، عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين، او مش عارفين تلاقوها. في بلوك بينكم وبين برج العقرب هيتفك الفترة دي، وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة، او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة. والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده، وهتشوفوا وهتتفرجوا انتوا، بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة. اتحطيتوا في موضوع، والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده
قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم. بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو، وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في طاقة تانية مختلفة. الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى امور تجديد، او هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم او لحياتكم بشكل كبير او بشكل ايجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق، وهيبقى فيه نجاح. انتوا مزدهرين بافعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين، هتقسموا لإما علاقة لإما تقسموا امور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار او طريق نجاح عندكم. طيب قولوا لي بقى الالم اللي بتحسوه، او انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الالم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب الم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة، وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم، وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانة اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فترة فيها تقلب المزاج، الفترة دي مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. اجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئة، دايما عيونكم جميلة، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجة. اشخاص مميزين بحاجات كتيرة جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزة عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغه. وعشان كده انت محتاج صبر الفترة دي، ومحتاج تغيير. وممكن كمان البعض منكم بأي طريقة عايز يسافر حتى يغير جو. بصوا هنا بسم الله، كمان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تفاؤل حلو بسبب الفلوس اللي جايه لك، اللي هتعمل بيها كذا حاجة من بعد الضيق والخنقة. خليكم زي ما انتوا أقوياء، وما تسمعوش كلام أي حد في حياتكم. ولو حد بيتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك، ارمي ورا ظهرك وما تستناش حاجة من حد. عندك جمال في حياتك وتمييز حلو، هتكون مميز، وهتكون في دخول لأشخاص هيدعموك وهيقفوا في حاجات كتيرة جدا تخص نجاحك. انتوا دايما معرضين للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب حبكم الزايد للأشخاص المقربين عندكم. بس دايما اقول ما تجوش على نفسكم من اجل اشخاص ما تستاهلش محبتكم ولا طاقتكم. اللي عندكم الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم دي ضغوط نفسية، فلازم تركزوا على تحقيق الهدف، وتركزوا على الطاقة الايجابية اللي حد بيوزعها عليكم. علاقة او في اعجاب، في امر هتسمعه الفترة دي هيفرحك قوي، بس انت عمال تعافر في طريق خطأ، او انت خدت قرار خطأ لحد الان ندمان ان انت خدت القرار ده. كمان انت عم مستني نقلة باي طريقة، او مستني خروج من الموضوع اللي انت شايله فوق كتفك،
او فوق حياتك انت مش عارف ربنا كاتب لك ايه. ممكن يكون الفترة دي ربنا كاتب لك التغيير اللي انت مستنيه، او الطاقة الايجابية، او الفرح اللي طال انتظاره. انت شغال وعمال تعافر وعمال تبني وعمال تشجع نفسك بنفسك، بس دايما حظك قليل مع الاشخاص اللي في حياتك، دايما عندك حالة ركود. انت الفترة دي لو اديت نفسك راحتك في نومك وبطلت التفكير السلبي، حياتك هتتحسن. عندك واحدة ست بتدعي ان هي بتحبك وعايزتك وعايزة لك ايدلك صوابعها العشرة شمع، بس انت لو عرفت قد ايه هي حقودة وغلانية من جواها، انت هتزعل على نفسك اكتر ما انت زعلان. زي ما قلت لك، في انجذاب او في اعجاب مع حد حلو. كمان انت الفترة دي لو مكركب او في امور خايف منها، صدقني هيبقى في نجاح عندك. في شخص دايما بيحاول يستفزك وبيحاول يتكلم عليك في حاجات مش موجودة في حياتك. الشخص ده يعني هو اصلا طاقة سلبية. عندك حد من ابراج مائية، الحد من الابراج المائية هيقف معاك وهيحاول يساعدك في حاجات كتيرة جدا، وهيبقى هيوزع ليك طاقة ايجابية باذن الله وهيدعمك. انت بتحاول تنظم وقتك وشغلك ومسؤولياتك الفترة دي. انت اليومين دول نفسيتك تعبانة وقلقان وما بتنامش كويس، تفكير على طول او حيرة على طول. في كمان تجنب، انت متجنب ناس موجودة في حياتك بسبب الظلم. في حاجات هنا انت شغال عليها. بس الايام دي عندك كام حلم كده قلقك، رغم ان عندك انفراجة حلوة. دايما حزين ومخدور من كل اللي حواليك، رغم ان انت بتتمنى لهم الخير. دايما مش حاسس غير بالظلم والقهر، وحاسس بالوحدة، حاسس ان مفيش حد معاك. البعض منكم كمان لاما هو ناوي يعمل عملية، لاما عنده حد ناوي يعمل عملية. بلاش تنيب الضمير اللي على الفاضي وعلى المليان. انتوا في حاجات ما بتكونوش عاملينها بس بتأنبوا ضميركم عليها. الحب طردتوه من حياتكم طردة ملهاش رجوع. مش عايزين اي حاجة من ناحية الحب، علشان دايما علاقاتكم كانت فاشلة مع الحب. كمان انتوا من الاشخاص اللي بتثقوا في الناس بسرعة، رغم ان انتوا عندكم ربط احداث شديد، روحانياتكم عالية جدا في ربط الاحداث، بس بتثقوا في الناس بسرعة. وكان في منهم شخص انت وثقتوا فيه وحبيتوه وفضلتوه، وقلتوا الشخص ده هيكون مختلف عن كل اللي في حياتنا. محدش جاب لكم الوجع والمشاكل غير اللي انتوا قلت عليه مستحيل هو يخذلنا. فانتوا هنا بعض منكم بيفكر في الانفصال بسبب سحر بيتجدد له من ناس حقودة وغيرانه، فياريت تاخدوا القرار في وقت حاسم. طيب انتوا هنا زعلانين من حد، او في حاجة مزعلاكم شوية من حد، وواقفين وساكتين وكاتمين وخايفين من حاجة كبيرة جدا في حياتكم. رغم ان عندك طاقة ايجابية وهتطلعوا من الدوامة اللي شايلينها على كتفكم فوق زيادة عن اللزوم. كمان انتوا وقع عليكم ظلم من ناس، وهيبقى عندك جزء من ظلمك باذن الله، وهيشربوا من نفس الكاس. انت ما بتحبش الشماتة في حد، بس هم شمتوا فيك في وقت ما كانش ينفع ان هم يشمتوا فيك فيه. كمان انت هنا بتحترم كل الناس، بس ما لقيتش حد واقف معاك في الشدة بتاعتك، ما لقيتش حد بيساعدك في اي حاجة. نكروا الجميل بتاعك، نكروا اللي انت بتعمله في عملته عشانهم. عندك علاقة مع برج الجدي، هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في امور، او انتوا عندكم علاقة مع سوشيال ميديا او حاجة تخص السوشيال ميديا، الله اعلم. طيب انتوا هنا العين عليكم ومؤثرة عليكم، والبلوك اللي عندك ده هيتفك. البلوك اللي عندك معمول هيتفك. كده نكون خلصت استخارتنا لمواليد برج العذراء. يا رب تكون استخارتنا جميلة وعجبتكم ونالت مرادكم. تحياتي ليكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل. وطبعا لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الجميل، وانزلوا بالصلاة على الحبيب. تحياتي ليكم.